سيدة من هنا من الصعيد بتحكي عن ان اهل جوزها عامل لها سحر فبتشوف رؤى معينة. يعني هنتكلم عن الرؤى، بس انا عايز يعني اتعرض لحاجة مهمة جدا في علاقات البشر. قاعدة في بيت عيلة، وبعدين الناس اهل جوزها كانوا اصلا عشمانين يجوزوا واحدة تانية، فيعني بيضطهدوها فسابت البلد ومشيت وحاجات كده. المهم بقى بيتعقبوها بالسحر وعذاب. يعني انا بس بستغرب لحاجة، يعني هو كل انسان رزقه مكتوب، وفلان هيتجوز فلانة، ولو دي ما اتجوز بعد ما يخلصوا جواز دول هيسيبها مثلا وتتجوز ده، وحاجات كلها مقدرة ثابتة. يعني ما فيش حاجة يقول، يعني حتى تلاقي دايما في مشاكل الناس يقول لك ايه بعد ما يحصل مشكلة بين اتنين مثلا، يا اللي ما كنتش لنا، امال كان لمين؟ ما كان لك وخدتيه وخلاص انتهت. يعني هو ده قدر مكتوب محسوب محسوم. يعني حتة ان احنا نقول ايه، يعني لا اصل ده احنا كنا عايزين نجوزه فلانة، طب ما جوزتوش ليه؟ يعني سؤال زي يا جماعة مثلا يبقى عندهم مشكلة وبعدين حد يجي يحل لهم المشكلة فيقول لك ده خرب بيتها، طب ما ترجعوها تاني. يعني حاجات كده من هذا القبيل، يعني حاجات اللي هو ايه الغاء العقل، حد بيقور نفوخه كده ويطلع العقل يرميه بره ويتكلم بعد كده ويعمل لك فيها بقى ابو العريف. السيدة بتحكي على عذاب اهل جوزها دول بيلحقوها بيه. يعني طب هتستفيدوا ايه؟ طب هي معاها 5 ولاد وعايشه وخلاص بقى لها كام سنه وسابت لكم البلد وخلاص وانتهى الامر. طب انتوا لما تقعدوا تتعقبوها كده وتاذوها كده، يعني انتقاما ان هي اتجوزته على، يعني على ايه طيب؟ طب ما تجوزوا اللي كنتوا عايزين تجوزوها له خلاص. يعني حاجات عجيبه. انت ماشي في مسيره معينه لك هدف فيه كملها، لكن مسيره بدون هدف، مسيره للايذاء بس، طب واين الله؟ انت فين ربنا في حياتك اللي بتعمل كده؟ وبعدين لما تيجي بقى تنتقم من حد، يعني مش مثلا تقف وتكعبله وهو ماشي، ولا تروح تشتكيه في الضرايب، ولا لا ده انت بتلجأ، وده مش معناه انه صح يعني انك تجلب له الاذى وتقعد بس انت عشان تجيب الشر للخلق، يعني لا طبعا ده مش معناه ان هو شيء صح انك تعمله، بس وسيلة من وسائل التعامل بين البشر. وانك ممكن تيجي لك فكرة كده تقول لا اصل انا بشتكي في الضرائب عشان خاطر يدفع ضرائب البلد، انا راجل وطني. انت طبعا نيتك المنيلة بنيلة، عايز تشتكي عشان تأذيه مثلا، خلينا هي في الاخر هيدفع الضرائب وده حق البلد وده شيء مثلا يعني خلاص. لكن انك تلجأ لطريقة هي من الكفر، يعني اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، اللي هو الانسان لو راح لعرفه صدقه يبقى كفر بما انزل على محمد، او فما بالك للي يروح بقى يقول لواحد ايه خد الاثر ده من فلان واذيه، اوقف حاله. يعني ليه يا اخي؟ يعني ليه اخي ايه خوته اخوته اللي بيعمل كده؟ فيروح لعراف او يروح لساحر شرير والعياذ بالله خادم للشياطين، كفر بالله وقعد كده عشان يؤذي البشر، وحضرتك تروح تلجأ له وتستعين بيه من دون الله عشان خاطر يؤذي انسان. اعوذ بالله. يعني انا قاعد بسمع المكالمه في حاله ذهول. دي ناس، يعني دي ناس انت تقول لك الصعيد في طار. انا راجل مواليد اسكندريه، عمري ما رحت الصعيد، ما شفتش. يعني انا اقصى حد ان انا رحت جنوب الجيزه تقريبا، معرفش الوضع شكله، بس اللي بنسمعه من الناس الطار، يعني طار ايه وبر ايه؟ ده انت الطار ده حاجة تفاريح، الطار ده حاجة جميلة يعني بالنسبة للي احنا بنتكلم فيه ده. ان اسرة قاعدة عشان طب ده يا اخي مرات ابنكو، يعني طب بلاش مرات ابنكو، ام عيال ابنكو يا اخي. يعني العيل من دول بيقول لي دي عمتي او يقول لي دي جدتي، اللي ولدت هذا العيل هذه المرأة اكراما لهذا الطفل اللي هو بينك وبينه صلة بسبب ابوه كريم امه مثلا. يعني انت في ايه ده؟ ايه اللي الناس بتعمله ده؟ يعني انت في الاخر امام